السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم حل مشكلة الهاتف الآيفون والآيباد والآيبود يعلق على علامة التفاحة، فبعد جيلبريك آيوس 9.0.2 لفريق بانجو الذي يأتي بالعديد من المشاكل، وقد شرحت العديد من الحلقات فيها العديد من المشاكل التي تأتي مع هذا الجيلبريك. في هذه الحلقة سأتطرق قليلا إلى جانب أن الهاتف عندما تقوم، لاحظ معي مشاهد الكريم، يعني كل هذا من جيلبريك بانجو، فعندما تقوم بعمل هذا الجيلبريك وإغلاق هاتفك وإعادة فتحه مرة أخرى لن يفتح لك ويعلق على علامة التفاحة، وأيضا عندما تحاول عمل ريستور له ولا تريد جيلبريك مرة أخرى لن تحتاج أو لن تستطيع يعني عمل الريستور، أو لن يكون لديك نسخة احتياطية وسيضيع كل ما في هاتفك. في هذه الحلقة سأريك طريقة فتح الهاتف الذي قمت بعمل جيلبريك لايف 9.0.2، وبعد ذلك يمكنك أخذ نسخة احتياطية وعمل ريستور بدون أي مشاكل، حتى يعني لا تفقد بياناتك وصورك وغير ذلك من البيانات والمعلومات والأشياء المهمة في هاتفك الآيفون. إذن عندما يكون هكذا معلق علامة التفاحة، أول شيء استقوم به الضغط على زر الباور، وتنتظر قليلا. إذن المرة الأولى التي تستظهر فيها علامة أبل تظل يعني ضغط، لا تنزع إصبعك من على ولا هكذا، يعني المرة الثانية عندما تغلق الشاشة يكون قد أغلق الهاتف، هكذا يعني أغلق الهاتف بالكامل. الآن ما عليك فعله هو الضغط على زر الباور وأيضا زر رفع الصوت الأعلى، هذا هو رفع زر رفع الصوت وأيضا زر الباور مع بعضهما في نفس الوقت هكذا. الآن عندما تظهر علامة التفاحة تظل ضغط على الاثنان، في المرة الثانية ستنزع إصبعك من على زر الباور، إذا تنتظر ظهور علامة التفاحة مرة أخرى وأنت ضغط هكذا. الآن ستنزع إصبعك وتضعه فقط، يعني تظل ضغط على زر رفع الصوت هكذا، وتنظر حتى يشتغل الهاتف. كما تلاحظ مشاهدي الكريم اشتغل هاتفي بكل سهولة، لأريكم بأن الهاتف يشتغل بالتحديث iOS 9.0.2. إذن أدخل إلى عام، بعد ذلك About، لاحظ معي مشاهدي الكريم iOS 9.0.2. الآن يمكنك أخذ نسخة احتياطية من خلال الآيتونز وعمل ريستور، ولن تحتاج إلى الجيلبريك مرة أخرى ولا لكل برامجه وغير ذلك، يعني تنتظر حتى يصدر فريق تايك جيلبريك، أو ربما تقوم بعمل الجيلبريك مرة أخرى دون حذف تطبيق بانجو الذي يأتي مع السيديا. فتطبيق بانجو لا تقوم بحذفه، مهم جدا أن لا تقوم بحذفه، يعني اتركه مع السيديا لا توجد أي مشكلة، لأن حذفه سيتسبب لك بالعديد من المشاكل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذه الميزة قد نالت إعجابكم، ورجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو هنا على يمينك، هنا قم بالنقر عليه للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات في كافة المجالات التقنية، أبل، سيديا، جيلبريك، أدوات، إن شاء الله سيكون هناك شرح للعديد من الأدوات في الأيام القادمة، ربح من الانترنت، اندرويد، ويندوز، العديد من المجالات التي يمكنك الاستفادة منها على قناة ومدونة العالم الافتراضي. ليم قليسي وأنا أودعكم، أضرب لكم موعد في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.